كان معي هنا في الاستوديو السيدة لينا قنوع وهي محللة الأسواق العالمية في إكويتي جروب. أهلا وسهلا بك لينا معنا. أهلا بك. ودعينا بدءا نعرج على الأسواق في العالم، يعني سواء كانت الأسواق الأمريكية أو حتى الأسواق الآسيوية والمؤشرات اليابانية على وجه الخصوص التي تسجل حضور أكثر من لافت، وحتى المؤشرات الأمريكية تتجاهل بشكل أو بآخر حتى بعض البيانات المخيبة للآمال كبيانات الوظائف. نعم، بالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية بعدما شهدت حالة من التذبذب الكبير وأيضا تباين في آراء المتداولين، ظهر أنه سوف تشهد ارتفاعات، وأيضا الأسهم اليابانية شهدنا ارتفاعات لعدة أسباب، منها تراجع الين الياباني، وأيضا هناك عدم يعني رفع لضريبة الأرباح الرأسمالية، فهذا سبب ارتفاع في أسواق الأسهم اليابانية. الأسهم الأمريكية تترقب نتائج الشركات منها جي بي مورغان، يونايتد هيلث وغيرها من الشركات التي سوف تعلن نتائجها يوم الأربعاء والخميس، فهو موسم نتائج أعمال الشركات الذي سوف يطفي على أسواق الأسهم الأمريكية نوع من التذبذب. وبالإضافة إلى هناك محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي سوف يكون يوم الأربعاء، أيضا سيكون حالة من التذبذب سوف نشهدها خلال هذا الأسبوع، لأن محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي سيناقش ما جاء في الاجتماع السابق حول السياسة النقدية المستقبلية، هل سيكون هناك تقليص لبرنامج شراء الأصول البالغ 120 مليار دولار شهريا كما قال جيروم باول في نوفمبر. ونحن شهدنا بيانات وظائف أمريكية غير زراعية مخيبة للآمال، جاءت 194 ألف وظيفة مقابل توقعات كانت ب 500 ألف وظيفة. فمحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي نتائج الشركات سيكون لها الدور الأكبر في تحديد اتجاهات الأسواق الأمريكية، مزيد من التذبذب، حالة من التذبذب سوف نشهدها على أسواق الأسهم الأمريكية خلال هذا الأسبوع. نعم لينا، دعينا أيضا نذهب إلى النفط الذي يسجل حضور أكثر من لافت وملامسة لمستويات 84 دولار لخام برنت. لا شك أن هناك كثير من العوامل، يعني حتى الطلب على النفط يزداد، أسعار الغاز المرتفعة أيضا تلعب دور كبير في ذلك، بجانب اللوجستيات الإمداد نفسها فيها بعض الإشكاليات. إلى أين ستمضي الأسعار؟ ارتفاع أسعار النفط نشاهده كما ذكرت، يعني أسعار الخام الأمريكي الخفيف على ارتفاعات قوية، نحن فوق 80 دولار يعني الأعلى منذ أكتوبر 2014، أيضا برنت عم بيتجه لارتفاعات تعتبر قوية. يعني هناك عدة عوامل، أولا السبب الرئيسي هو تعثر سلاسل الإمدادات هو السبب الرئيسي في ارتفاعات أسعار النفط، أيضا قرارات أوبك بلس بزيادة الإنتاج بوقع 400 ألف برميل يوميا غير كافي لسد متطلبات أو حاجة السوق بهذه الفترة، لأن عم نشوف طلب كبير على النفط. لا ننسى أنه تعثر أو نتيجة ارتفاع أسعار الغاز هناك تحول من الطلب على الغاز إلى الطلب على النفط، وخاصة نحن مقبلين على فصل الشتاء، فسوف يكون بديل عن الغاز في كالتدفئة، فبالتالي عم نشوف ارتفاعات وطلب على النفط، خاصة أن الطلب العالمي على النفط عم نشوف موجود في ارتفاعات، هناك طلب عالمي ومتوقع أن نوصل العام المقبل إلى مستويات ما قبل الجائحة. نحن نتحدث عن 100.8 مليون برميل يوميا، لكن ما زلنا نحن في دورة التعافي الاقتصادي، يعني نحن دون مستويات 100 مليون برميل يوميا. ارتفاعات أسعار النفط عم تسبب ضغوط تضخمية، عم نشوف كيف ارتفاعات في التضخم بشكل كبير، هذه الارتفاعات في التضخم هي ربما سوف تعثر من التعافي الاقتصادي العالمي، فبالتالي يجب مراقبة الأسعار جيدا وخاصة أسعار النفط، وهل سيكون هناك دور في الحد من ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاعات التضخم نتيجة ارتفاع التضخم. يعني عم نشوف كيف أنه الأسواق الأسهم كلها عم تشهد ارتفاعات، عم تستفيد الأسهم التكنولوجية، فبالتالي يجب أن يكون هناك مراقبة للأسعار، لكن الأسعار تتجه بما أننا فوق قمة 79 دولار، نحن صحيح متجهين لمستويات سعرية ربما نشهد 85 دولار للبرميل. جيد، على ذكر الدولار، أنت تعلم أن الدولار أصبح يؤثر بشكل أو بآخر حتى في أسعار النفط وأسعار الذهب، هذه يعني معلومة بالضرورة.
الآن كيف ستتحرك الورقة الخضراء في ظل هذه المعطيات؟ هل هي أيضا بانتظار ما ستسفر عنه اتجاهات الفيدرالي الأمريكي؟ نعم، يعني الدولار الأمريكي شفنا كيف الارتفاعات عليه خلال الفترة الماضية، شهد ارتفاع عم يستفيد من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عم ترتفع لمستويات لأجل 10 سنوات نحن نتحدث 1.16%. هذه الارتفاعات عم تدعم ارتفاع الدولار الأمريكي. هناك توقعات بأن يكون تقليص لبرنامج شراء الأصول، فربما يعني الاتجاه صاعد لمؤشر الدولار الأمريكي. نترقب أيضا محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي يعطينا صورة أوضح عن تحركات مؤشر الدولار الأمريكي، فبالتالي بالفعل ارتفاعات سوف نشاهدها بالفترة المقبلة على مؤشر الدولار الأمريكي. أي تقليص أو توقعات بأن يكون تقليص لبرنامج شراء الأصول في نوفمبر سيدعم العملة الخضراء نحو الارتفاع. بالتالي شهدنا عملات أخرى اليوم، الين الياباني المتراجع بشكل طبعا كبير أمام الدولار الأمريكي، يعني عندها أدنى مستويات أو للشهر الثالث على التوالي عم نشوف هي التراجعات على الين الياباني. يعني إذا تحدثنا عن بالنسبة للانخفاض، عم نشوف الدولار مقابل الين على ارتفاعات، نحن نتحدث من 109 ل 112 عم نشوف هي الارتفاعات على الدولار مقابل الين الياباني. نعم. العوامل الدولار ارتفاعته عم بشكل ضغط على الين الياباني، فارق بين عوائد السندات الأمريكية والسندات اليابانية عم بتصب لغير صالح الين الياباني. أيضا التضخم إذا قارناه في الولايات المتحدة 5.14%، التضخم في اليابان 0.13%، فسوف نشهد مزيد من الضغط على الين الياباني. صحيح، يعني والدولار يرتفع فقط أمام الين، هذه الارتفاعات اللافتة، لكنه يتراجع أمام سلة من العملات. شكرا جزيلا لك لينا قنوع، وأنت محللة الأسواق العالمية في إكويتي جروب، نشكر وجودك معنا في البورصة العربية.